اهلا بحضراتكم من جديد. الكره الطايره رجال وسيدات في النادي الاهلي طعم تاني ولون تاني وريحه تانيه كل حاجه. والجيل ده اللي موجود دلوقتي بالامانه يعني، ومش احنا اللي بنقول، حققوا ارقام بامانه سواء جهاز فني او لاعبين، ارقام يعني احنا رقم واحد في العالم كاكثر الانديه حصولا على البطولات. عندنا نجمين كبار، نجمين ساهموا بشكل كبير في تاريخ النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي ان هم ياخدوا بطولات كتيره مع النادي الاهلي. قرروا ان خلاص اكتفوا بالفتره، والقرار على فكره مش بيبقى قرار النادي، بيبقى قرار اللاعب كمان. يعني اللعيبه دي او الجيل ده ما ينفعش تتعامل معاه ان تقول له مثلا ايه شكرا، لا، لازم اللاعب والنادي بياخد هو القرار. فاللعيبه دي النجوم دي خدت قرارها ان اكتفت بالفتره اللي قعدته. معايا وبرحب في البدايه بالكابتن محمود رؤوف، احد نجوم الفريق واللي اكتفى واعلن اعتزاله منذ يومين. اهلا بيك يا كابتن. برحب بيك يا كابتن هيثم، متشكر جدا. لا ده حقك، وانت نجم كبير وحققت انجازات مع النادي الاهلي الحقيقه كبيره جدا، فلازم الحقيقه نكون نحتفل ونكرمك النهارده بشكل كبير يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. معانا احد النجوم كمان يا جماعه اللي كان ليه دور كبير الفتره اللي فاتت روحا ولعبا، حتى في الوقت اللي ما كانش بيشارك فيه كان بيدعم الفريق بشكل كبير جدا من بره. معانا الكابتن عبد اللطيف عثمان، احد النجوم الحقيقه واللي كان ليها دور واللي منورني في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن عبد اللطيف. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ربنا يخليك. منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. ساهمت بشكل كبير في حصولك على بطولات مع النادي الاهلي، وكانت حاجه جميله جدا. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن نجومنا، نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. قرر عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف ثنائي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تعليق حذائهم بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات مع المارد الأحمر. وخاض الثنائي العديد من التحديات والبطولات الكبرى رفقة المارد الأحمر، ويأتي على رأسها بطولة كأس العالم للأندية، إضافة إلى حصدهم بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والبطولة العربية للأندية، وذلك إضافة إلى البطولات المحلية وهي الدوري الممتاز وكأس مصر. وفضل الثنائي الخروج من الباب الكبير عقب حصد لقب الدوري الممتاز مع الشياطين الحمر بعد الفوز على الغريب التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة والاكتفاء بالفترة التي خاضاها بقميص بطل إفريقيا. كما كان للثنائي بصمة كبيرة وواضحة رفقة منتخبنا الوطني في كافة البطولات والأحداث الكبرى، سواء على مستوى بطولات إفريقيا أو بطولات العالم أو كؤوس العالم أو الأولمبياد، وهو أكبر حدث في تاريخ أي رياضي. وأشاد زملاء الثنائي بمسيرتهما الكبيرة داخل جدران القلعة الحمراء، وأنهما كانا مثالا يحتذى به لجميع اللاعبين الصاعدين والناشئين بسبب إخلاصهم في أداء التدريبات والمباريات بشكل وروح واحدة تنم على احترافيتهما. وجاور الثنائي العديد من الأسماء الرنانة في عالم الكرة الطائرة، وسيبدأ الثنائي خلال قادم الأيام التفكير في المرحلة المقبلة، سواء بدراسة الجوانب الفنية أو الإدارية للالتحاق بها وخدمة الكيان الأحمر. تالي تاريخ كبير يا عبد اللطيف، يعني انت بتتفرج على التقرير بتفتكر ايام وسنين بتعدي كتير. بدات كتير. مع النادي الاهلي امتى؟ 2006 جيت من نادي الطيران. ما شاء الله 15 سنه. جيت على سن قد ايه يا كابتن؟ 23 سنه. 23 سنه. ومن ذلك الحين وانت موجود في النادي الاهلي؟ لا خرجت سنتين. طلعت اعاره او حاجه؟ لا طلعت سنتين نادي الزمالك ورجعت تاني. كملت الخمس سنين. طيب كلمني عن، اولا طبعا انت كنت نموذج خلقا طبعا وفنيا الاثنين، يعني بامانه يعني اديت مثل للعيبه صغيرين وعلمتهم كتير. خليني اتكلم في مشوارك مع النادي الاهلي. اكتر محطه انت كان فيها صعوبات وحسيت ان لا المحطه دي يعني مش هنساها كانت ايه؟ في النادي في البطولات يعني في البطولات؟ طبعا. لا في كتير يعني. في بطولات افريقيا مثلا 2010 في تونس كانت بطوله، احنا كنا في مشكله ساعتها في معسكر، كنا في تركيا وخلاص، قلنا مش في بيلاروسيا. بيلاروسيا كان ساعتها في البركان اللي هو الطيران وقف وخلاص، واحنا كنا هنرجع مصر. فمره واحده يلا انتوا مسافرين تونس دلوقتي. سافرنا تونس والحمد لله البطوله كانت لعبنا الصفاقس قبل النهائي، ولعبنا النجم في المجموعات، لعبنا الزمالك في النهائي في 2010. كانت بطوله حلوه جدا يعني. انت شايف البطوله دي كان، وكمان خلي بالك انت بطوله 2017
2017 البطولة دي كانت اتكلمنا عنها. البطولة دي كانت خسرنا دوري وسافرنا خسرانين، والبطولة في ملعب الترجي ولعبنا الترجي لما منع بالصاب الصليبي في الصليبي في الماتش النهائي، واحنا احنا غطيناها هنا في قناة الاهلي. اه طبعا. فلا كانت بطولة صعبة جدا، في ماتش في الصالة في الترجي، كسبنا الترجي في المجموعة، وبعد كده قابلنا قبل النهائي في فرقة الجزائر، كان ماتش صعب برضه. صعب انا فاكر. بعد كده الماتش النهائي مع النجم الساحلي وفوزنا. انا فاكر كمان ان احنا كنا، زي ما انت قلت، كنا خسرانين هنا، كنا خسرانين يعني الدوري ومسافرين تاني يوم، وكابتن محمد مصالحي والنادي اصروا انتوا تسافروا. الموضوع كان قرار منتهي، احنا هنسافر، احنا الموضوع ملوش دعوه. والبطوله دي كانت بدايتكم، بدايه عوده بقى الفرقه، يعني لان هي كابتن ميدو لما جه كان بيبدا يرجع شكل الفرقه من تاني بعد كام سنه كانت الدنيا مش مظبوطه، فدي كانت البدايه. بعد كده الحمد لله يعني من 17 بتهيألي من البطوله دي الحمد لله ما نزلناش خلاص. الحمد لله يعني فعلا هي بطوله الكاس الاخيره دي، ودي لظروف صحيح، غير كده مفيش حاجه الحمد لله. صحيح. طب رؤوف قول لي يعني مشوارك ابتدى مع النادي الاهلي امتى؟ لا انا بلعب في النادي الاهلي من 94، انا في الناشئين وانا عندي 9 سنين. دي كانت بدايتي في النادي الاهلي مع كابتن احمد رجب الله يرحمه. بس ومن ساعتها بقى طبعا في النادي الاهلي على مدار السنين، كل فرق الناشئين كل الناشئين ومنتخبات الناشئين، وبعد كده طلعت الفريق الاول. مين اللي طلعك الفريق الاول؟ انا اول مره اطلع الفريق الاول كان مع كابتن فؤاد عبد السلام، كان سنه 2004، كنت مصعد يعني، كنت عندي 18 سنه وبتصعد مع الفريق الاول يعني. وبعد كده بقى مريت طبعا على كل بقى الفتره بتاعت من 2004 لغايه يعني يومنا هذا. يعني هو في 4 سنين خرجتهم بره برده، لعبت في نادي الجيش غير الاربع سنين دول طبعا، كله كان في النادي الاهلي يعني. بس كلمني ان انت يعني في الاوقات دي او في الفتره اللي انت قضيتها في النادي الاهلي، اكيد زي عبد اللطيف ما قال كان في محطات وبطولات معينه انت شايف ان هي دي كانت مؤثره بالنسبه لك مشوارك مع النادي الاهلي، ومؤثره كمان مع الفرقه نفسها، تفتكر ايه؟ طبعا انا ما انساش ابدا اول بطوله افريقيا ليا، انت عارف الشعور، اللعيب اول مره يلعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي، كانت بطوله 2006 في ديربن في جنوب افريقيا. 2006 حتى الجيل ده جيل يعني الجيل ده كان فعلا جيل عمالقه، حمدي الصافي، وكان لسه احمد صلاح وعبد الله بقالهم مثلا 3 سنين في الدرجه الاولى يعني، مش لسه صغيرين. كابتن وائل العايدي، محمد عبد الرحمن، اسامه قمصان، فجيل مختلف تماما عن يعني. حتى لما ببص مثلا للصوره بتاعه البطوله دي وكده، ما فيش اي حد كان بيلعب معايا من الجيل ده خالص غير احمد صلاح وعبد الله. فطبعا البطوله دي كانت غاليه جدا عندنا، دي كان اول مره اطلع شاركت فيها اساسي ولعبت. ايوه طبعا، انا في كان عندي ظروف في البطوله اللي قبليها، بطوله عربيه، كان انا كليه صيدله، فكان عندي امتحانات في الفتره بتاعت كانت هي مع الاسف طول في فتره يناير. عزبت نفسك كده ليه؟ صيدله صعبه قوي. بالظبط، يعني من الكليات الصعبه فعلا مع الرياضه. فالبطوله اللي هي العربيه كان ظروف امتحانات وكده، وكنت انا لسه صاعد للدرجه الاولى وكده، ما سافرتهاش. وكانت بقى المفاجاه في البطوله اللي بعديها، انا من تقريبا من دور الثمانيه لغايه الاخر لعبت البطوله كامله يعني، والحمد لله يعني، كانت حاجه غاليه جدا عندي. كان فاينل مع مين تفتكر؟ كان مع صفاقس التونسي. وكان ساعتها بقى المحترفين دي موضه جديده في العاب الصالات والحاجات دي. كان معانا اجانب؟ كان معانا احنا، لا طبعا. كان ساعتها 2006 هم كان معاهم اثنين يعني، كان معاهم اثنين محترفين، فرقه جامده، كانوا فرقه كويسه جدا. كسبنا كام؟ كسبنا 3-0 3-0 يعني. انا فاكر الماتش ده احمد صلاح مثلا جاب حوالي مثلا 12 ايس يعني، احنا الجيم الثالث بجد احمد جاب فيه مثلا 7-8 ايس. احمد طبعا صديق عزيز وتاريخي يعني، انا اعرف احمد من ساعه ما دخلت النادي الاهلي من سنه 94. صحيح. فانت متخيل طبعا. لا خلينا نكمل كلامنا، بس خلينا نطلع الفاصل، بس مهم جدا نقف على البطوله دي. اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل ونكمل كلامنا مع نجومنا، ولكن بعد الفاصل. مكملين حوارنا مع كابتن عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف. محمود، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن بطوله طبعا افريقيا، وانه كان في مجموعه من اللاعبين اللي هم دلوقتي كبار الفرقه زي صلاح وعبد الله عبد السلام وانت، يعني كلمني عن دوركم دلوقتي بقى بعد ما بقيتوا انتوا اللعيبه الكبار، بتتعاملوا ازاي مع باقي اللاعبين؟ بيبقى لكم دور مهم، وانا اسمع الكره الطائره اللعيبه الكبار بيبقوا كنترولد على الفرقه بشكل، وبيتحكموا في الفرقه بشكل، عاملين كنترول وبيساعدوا المدرب في ده. كلمني عن دوركم ده. لا طبعا الكلام ده في الرياضه بالذات الالعاب الجماعيه، المدرب طبعا ليه دور مهم جدا في السيطره على الفريق، لكن جوه الفريق جوه اوضه اللبس الكلام ده مهم جدا جدا في الرياضه. يعني ليه تاثير، يعني انت ممكن يبقى عندك فريق كويس جدا جدا، بس الدنيا يعني في مثلا مشاكل بين اللعيبه، او في مثلا ما فيش حب في الفرقه، ما فيش روح المكسب، الكلام ده ممكن يضيع كل الفنيات بتاعت الفرقه. صحيح. على عكس تماما ممكن في فرق كتيره بنلاقي فنياتها قليله، لا تلاقي الفرقه متماسكه جدا وبتلعب وبتناطح الفرقه الاكبر منها.
لان هي عندها روح كويسه جدا في اوضه اللبس واللعيب. فده احنا حاجه يعني احنا كنا محظوظين الجيل بتاعنا. يعني زي ما قلت لك انا ما طلعت فعلا استلمت يعني روح المكسب دي استلمتها من اجيال اللي قبل، كابتن حمدي وكابتن ماجد مصطفى وكابتن ايمن رشدي، الاجيال دي كلها احنا لحقناها اول ولعبت معاها في الاول خالص. استلمنا بقى منها، فهمنا يعني ايه النادي، فهمنا يعني ايه يعني اوضه اللبس ودور اللعيب الكبير لان انت لازم انت بيبقى ليك دور في انك بتوجه ناس صغار، مش توجيه فني خالص. لا خالص، ان انك تحس ان اللعيب مثلا متضايق من موقف من حاجه تفهمه، لا تغييره ما عجبتوش مش عارف ايه، ده طبيعي من نظر تعمل. ده دور مهم جدا جوه الفرقه، بيبقى بالظبط زيه زي الدور الفني. فطبعا لا يقل اهميه على الدور الفني، لا يقل اهميه ابدا. ده يعني دور، خلينا نعرف برده راي عبد اللطيف. يعني يمكن عبد اللطيف كان معاك في نفس القصه وانتوا تقريبا طبعاً يعني جيل واحد، فاكيد بالضبط. موضوع اوضه اللبس وكلمنا في الفاصل على الموضوع ده يا كابتن. هو كابتن ياسر، هي الفكره ان انت كل ما في مجموعه كبيره مستحيل ان ما يبقاش فيها يعني ممكن يظهر بعض المشاكل. طبعا لعبه جماعيه. الفكره ان انت ازاي تحل المشاكل من غير ما تظهر في الملعب، بالعكس تتحل قبل ما تظهر في الملعب، بالعكس انت تحولها حاجه ايجابيه تحول جوه الملعب من روح للناس وهي بتشجع بعض. انا واحد دايما بتكلم ان روح الناس اللي بره هي نسبه كبيره جدا مكسب الناس اللي جوه. الموضوع مش موضوع مين في الملعب بس، بالعكس هو لو اللي في الملعب حس ان اللي بره مش فارق معاه او ما بيشجعوش او هو نفسيا بيهبط، غير لما يحس ان انت كتله واحده بتتحرك مع بعض، لعيبه بجهاز بكل حاجه، هو تشكيل واحد. طب دلوقتي يا كابتن يعني بعد غيابكم ان شاء الله، طبعا كنا نتمنى تقعدوا سنين طويله بس هي دي سنه الحياه، بعد غيابكم طبعا الفريق اكيد لازم حد يقوم بدوركم، لازم يكون في طبعا مع عبد الله عبد السلام واحمد صلاح كبار الفرقه، بس اكيد لازم يعني الجيل الوسط لازم تستلم الرايه. بالظبط، تستلم الرايه. يعني لازم. انت شايف ان ده احنا عندنا يعني ان شاء الله الموضوع ده متوفر. هو محتاج ان الناس ومحتاج ان يعني تشتغل على ده، لان الناس تحس يعني الموضوع محتاج ان كل واحد يحس ان دورك الايجابي جوه الفرقه هو دور مهم جدا، مش دور فني بس. دورك مش بس في الملعب، انت ممكن تحل مشكله قبل ما تظهر. صح. ممكن لازم الناس تحس بايجابيه الدور ده واهميته عشان تعمله. صح. فده يعني موجود في الرياضه بشكل عام، مهم جدا في الرياضه بشكل عام. طبعا دوره مهم جدا. طبعا يعني. طبعا جدا. يعني انت فسرت لي دلوقتي وفسرت لي ليه احنا كده في الطايره، لان في لعيبه على قدر المسؤوليه ولعيبه ورثت المكسب ومسيطرين على اوضه اللبس، يعني مسيطرين بشكل كبير على اللعيبه كلها. طب خلينا نتكلم عن الموسم السنه دي. احنا الحمد لله يعني فزنا طبعا الدوري بتفوق كاسح الحمد لله 3-0 في المباراتين، في ظل ان المباراتين اتلعبوا مباريات كؤوس ما كانوش دوري. اللي يكسب ياخد البطوله. برافو عليك، سواء الدور الاول او الدور الثاني. بالظبط. ماتش الكاس ايه اللي حصل؟ هل كان مثلا يعني وضع طبيعي بعد البطوله الكيرفي بينزل؟ تفسيركم ايه؟ بص يا كابتن هيثم، يعني انا رايي ان مباراه الكاس يعني كان الموسم السنه دي كان صعب جدا. صح. جدا نفسيا يعني يعني مش نفسيا بس وبدنيا كمان. بالظبط. انت متخيل ان انت كل يعني مثلا انت كمدرب او كلاعب او كل المنظومه يعني جوه الفرقه نفسيا بتاهل نفسك، يلا انا خلاص الماتشات اسبوع، لا يا جماعه معلش اصل الماتشات لا كمان 3 اسابيع. قيس بقى على كده ففي حاله يعني اللي هو الظروف المحيطه بقى بالكورونا والتاجيلات والكلام ده كان ليها فعلا مفعول يعني سلبي طبعا على الروح بتاعه الفرقه، او في الفتره اللي في الاخر لا في حاله بقى ملل. ده ماتش الدوري على فكره يا كابتن اللي احنا طولنا فيه في الدوري 3-0. وخليني اقول لحضرتك برده يا كابتن كلامك مظبوط، لان احنا قلنا كده بضيوفنا في الاستوديو التحليلي ان فعلا الموسم كان مجهد. يمكن محمود رؤوف كان ليك في الماتش ده كان شويه كان كام سيرف كده يعني 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 نزلت فيهم، وبالرغم من مشاركتك القليله بس كان ليك دور كبير جدا. طيب معانا احد نجوم الفريق، معانا اللاعب طبعا اللي كان حتى متالق في مباراه الكاس، معانا عبد الرحيم عبو. اهلا بيك عبو. الحليم. اهلا بحضرتك كابتن هيثم. ازيك عبد الحليم، كله تمام؟ الحمد لله تمام. قول لي عبد الحليم، يعني تحب تقول ايه لنجومنا اللي في الاستوديو سواء محمد رؤوف او عبد اللطيف عثمان، تقول لهم ايه؟ طبعا مهما اتكلمت ومهما قلت يعني طبعا كابتن عبد اللطيف عثمان وكابتن محمود رؤوف دولت ناس حبايبي وناس محترمه، ومش عارف ازاي الفتره البدايه ده هنتعاملوا من غير محمود رؤوف في الفرقه ومن غير عبد اللطيف عثمان. بصراحه دلوقتي قبل ما يكون اخوات اصحاب ده ناس كبيره ونجوم فرقه وناس يعني فرقه كده فيها قائد واثنين وثلاثه فرقه اللي بيتقال عليهم قائد واثنين وثلاثه. فبصراحه يعني الفتره الجايه دي هنبقى مستغربين الكلام ده كله والله بصراحه. طب قول لي يا عبو، طب يعني
اكيد انت لعبت معاهم واكيد كان في امور بتحصل في اوضه اللبس، لان احنا اتكلمنا عن اهميه اللعيبه الكبار في اوضه اللبس. يعني كلمنا عن الدور ده والدور اللي قاموه بالذات نجومنا سواء رؤوف او عثمان من الدور ده، يعني ايه اللي يعني هل انت شايف ان دورهم ممكن حد يستلم منهم الرايه ولا لا؟ والله بقى هو الدور اللي كان تيفا ماشي بيه، تيفا وماشي بيه ورؤوف الفتره اللي فاتت ده كان دور بيحاول، يعني انا مثلا كعبه مثلا حصل مشكله مثلا مع حد مع لعيب مع ظروف ماتش مش وحشه، فلاقي تيفا هو نفس بمركزي يقول لي تعالى لم الناس ولم اللعيبه لم محمد عادل، لا انتوا وانتم وانتم وانتوا اللي هتعملوا وانتوا اللي هتخلوا، انت ما ينفعش تقفش كده، وانت كنت تحس ان هو مدرب مش لاعب. صحيح بصراحه يعني هيبقى مفتقدينه، ويا رب يعني ان شاء الله كده يكون في خليفه تيفا ورؤوف في الفرقه الفتره الجايه، ان هي تقوم بدور ان تلم الفرقه وتبقى زي ما احنا ماشيين ومتعودين على كده. طب شد حيلك يا عبو بقى، ما انت الدور اهو، ما انت معانا. شد حيلك، ما انت معانا، انت ليه بتقول يعني احنا عايزينك انت اللي تقوم بالدور ده يا باشا حليم. حليم انا هديك السيستم يا حليم. لا ده السيستم ده كابتن تيفا دعات فلوس بصراحه على حبيبي يا حليم. هيديك الزتونه يا عم ويقول لك تعمل ايه، بس انت قول انوي بس وتوكل على الله. هو دايما يقول لي مش هتديني السيستم. لا بصراحه عبد اللطيف عثمان راجل محترم جدا، يعني انا بحبه الله يخليك. يعني مش عارف بصراحه يعني الفتره الجايه يعني هيبقى عبد اللطيف ازاي مش موجود، وطبعا كابتن محمود رؤوف يعني الاحترام والادب والاخلاق بصراحه انا بكلمه كل مدى كده اقول له اوعى تنساني لازم انكشك وتنكشني كده. الجميل يا عبو ان انت بتلعب في نفس مركز عثمان، وبالرغم من كده يعني ما شاء الله العلاقه بينكم قريبين لبعض، يعني لا احنا كنا منافسين من بعض عادي الكلام ده عادي. يعني بس عشان قدام الكاميرا. طب قول لي يا عبو معلش، يعني انت ماتش الكاس كنت متالق جد وشفناك بتلعب بحماس، يعني انت كنت من اللعيبه اللي فايقه اليوم ده يعني. اتفضل لا ده انا عايز اسمعك، لان انا كنت شفتك بتلعب بحماس وكنت عايز تدي مثلا يعني ماتش اهلي وزمالك وواحد موجود في النادي الاهلي بقاله 10 سنين، لما اشوف مثلا دروب مثلا حصل في الفرقه كده وانا مثلا والناس بتلعب وانا نازل، فانا ما عنديش غير اختيارين، لا اما اموت نفسي لا اما استسلم، فهو المنظر مش كويس، يعني انا عاوز انزل عاوز اعمل المستحيل. انا عايز اقول لك ان انت كنت السبب من الاسباب طبعا ان الماتش تعدل من 2-0 ل 2-2 عليه في النادي الاهلي، وهو ده مثلا اللي عبد اللطيف عثمان كان ماشي بيه، هو ده اللي كان رؤوف ماشي بيه، هو ده اللي يعني رؤوف كل شويه يقول لي ماشي كويس، يعني رؤوف كان معايا في الماتش ده عمال يقول لي ما كمل يا حليم كمل يا حليم، وانا يعني دماغي كلها ان انا عاوز نعدوا من النقطتين اللي احنا فيهم دولك، ازاي احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها ديت، فكان حاجه غريبه الصراحه، والحمد لله يعني ان شاء الله برضه باذن الله يعني ما تتكررش تاني. يعني انت عملتوا اللي عليكم يا عبد الحليم، وربنا يوفقكم في اللي جاي. عبد الحليم عبو نجم الفريق الاول للكره الطائره، بشكرك شكرا جزيلا. يعني الجميل ان يعني شوف يعني نفس المركز وبينكم من بعض. حتى عبد الحليم شخصيه جميله جدا، انا بحسه طفل طيب يعني جدا فوق الوصف، يعني فعلا شخصيه يعني محترمه جدا جدا يعني. ما يلا شد حلو بقى، اديله السيستم يا كابتن، يلا اديله السيستم خليه بقى يخش يسيطر على اوضه اللبس شويه معانا، طيب يزق معانا حبه. طب خلينا نتكلم عن الصفقات اللي جايه، يعني احنا شفنا محسن الحمد لله مضى امبارح مع النهارده الصبح مع كابتن رؤوف عبد القادر. شايفين الصفقه دي اكيد انتوا كلاعيبه كبار ليكوا دور، يعني اكيد اتعرض عليكم الكلام والنادي الاهلي عشان في الكره الطائره يجيب لعيب وعنده الناشئين دول كلهم وعنده الاسامي دي، اكيد انتوا كان ليكوا دور برضو اكيد. لا بص بصراحه الحته دي انا يعني ما يعني حته التعاقدات او كده بتبقى دايما فيها. لا كابتن ميدو بصراحه بيبقى يعني طبعا ده برضه احترم، دي حاجه يعني طبعا انا مش قصدي طبعا لا طبعا بس دي يعني سيستم فعلا كويس جدا ومستقبل فعلا رهيب بالنسبه بس بيبقى بايد المدير الفني طبعا. كابتن ميدو هو اللي يعني بيقرر طبعا موضوع التعاقدات، كلام جميل، وهو اللي يعني بيبتدي بقى طبعا يكلم اللعيبه والكلام ده، ولكن طبعا لو يعني في بعض المواقف طبعا مثلا في مراكز معينه او في كلام ده لازم انت بقى تساند، يعني فاهم قصدك، يعني فاهم ان مثلا لو في اختيار مثلا كابتن ميدو او كده لازم انت، لان انت على فكره من في ناس بتهاجم في لعيب مش عايز يجي النادي الاهلي، مش عايزه يجي في فرقه الاهلي، مش لازم محمد محسن ومش لا لازم نتكلم على مبدا، لازم انت بمبدا عام اي حد داخل على الفرقه لازم انت تساند، لا اللعيب ده هيفيدنا لازم هيعمل لازم ده حاجه عامه لازم دي يعني ما ينفعش ان انت بس يحترم كلامك ان انت بتقول احنا حتى في التعاقدات عشان يبقى في رفع للاحراج مثلا ممكن يعني بالزبط. بنسيب الموضوع في ايد المدير الفني ونتقبل لطيفه، يعني الكلام ده يعني
طبعا يعني الموضوع يعني لازم يبقى لازم المدير الفني يبقى دي حريه يعني دي حريته وجهه نظره الفنيه. لازم يعني انا مثلا محمد عبد المحسن جه انا دايما كنت بقول ان هو امكانيات سنتر بلوك من احسن الامكانيات الموجوده في مصر، وهو يعني ممكن الحاجه الوحيده اللي هتتعبه هو او اي حد جاي او اي حد الدخول جوه فريق النادي الاهلي والاندماج جوه سيستم النادي الاهلي، هي دي اهم مرحله. صحيح اهم من الملعب. ما لسه رؤوف بيقول رؤوف بيقول لك المسانده من اللعيبه اصبح الزام، دي اهم حاجه واهم من الملعب. بس هو هي يعني سنه حياه ولازم الناس بتسلم بعض، فما ينفعش انت تبقى واخد الموضوع مين جاي ومين رايح. لا هو مدير فني حتى اللعيبه المعاره ما ممكن برضو، ما اللعيبه دي ولاد النادي الاهلي وانتوا اتمرنتوا معاهم فلازم لما يرجعوا هتحتوهم. يعني وضع طبيعي يعني. لا انا بتكلم اللي جاي من بره سيستم النادي الاهلي لسه جديد على النادي الاهلي. انا اتعرضت للموقف ده وحسيته، فدي اصعب سنه محل. بتعدي على اي لعيب ان هو يقدر يعديها، ان انت تخش من اي مكان لان اي مكان في مصر بس يا كابتن ما اعرفش حضرتك كنت تتفق معايا ولا لا، انا شايف ان دي في النادي الاهلي باذنك يا رب مش هيبقى فيها مشكله. يعني قصدي اقول اللعيبه اللي موجوده دلوقتي والماتيريال او نوعيه اللعيبه اللي موجوده من دلوقتي دي تستوعب اي حد خلقا وفنيا. لا دي سهله أصلي. مش هي دي المشكله. هي مفيش ضغط جماهيري زي نادي الاهلي. وكمان هي بترجع للعيب ذات نفسه طبعا. لازم اللعيب يبقى طبعا عليه دور جد. يعني بنشوف طبعا في الرياضه في لعيبه ما بتتاقلمش مع فرقه. صحيح. في لعيبه بتنجح جدا مع فرقه. صحيح. ده اللعيب طبعا هو ذات نفسه ليه دور، لازم هو يساعد نفسه انه يعدي المرحله اللي هي اللي في الاول. وطبعا الجهاز بقى طبعا الفني طبعاً. والاداري بيبقى ليه دور مهم جدا طبعا في يعني في احتواء برده اللعيب، اي لعيب جديد داخل على الفرقه ده طبعا مهم جدا عشان ينجح مع الفرقه. اهم مرحله ليه. طب قول لي يا رؤوف، انا عايز اتكلم معاك برده هتيفه. كل واحد يقول لي انت، الواحد لما بيجي، انا مريت بالمرحله انت مريت بيها، انا ببقى عايز في مستقبلي مثلا، واحد يقول لك لا انا عايز ابقى مدرب، انا شايف نفسي انا واحد من انا هيثم ما كنتش شايف نفسي مدرب خالص خالص بيني وبين التدريب عداوه. انت 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 حابب تبقى ايه؟ والله انا يعني برضو تدريب مش حابه قوي. يعني فعلا مهنه صعبه جدا. والموضوع في الاول في الاخر مش في ايدك انت برضو يعني بتعمل اقصى ما عندك وفي توفيق وطبعا والجمهور ما بيتقبلش طبعا النتائج السلبيه. فحته المدرب دي يعني مش مايل لها قوي، فانا مايل اكتر للطريق الاداري يعني، سواء او مثلا الاتحادات او يعني حاجه في الرياضه طبعا ليها علاقه بالمناصب الاداريه او او التطوعيه اللي في الاتحادات او الحاجات دي ممكن تساويني جدا. خاصة يعني انت كمان دكتور صيدلي فعندك فكره. طب خلينا نتكلم على التدريب، خلينا نشوف بقى اللي هو متحمل الضغط واللي بيتضغط عليه واللي هو يا عيني بيبقى دايما واللي شعره ابيض كله. كابتن محمد مصالحي اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم عامل ايه؟ منورنا. وطبعا دايما بنكون سعداء لما حضرتك تبقى معانا وربنا يعينك ان شاء الله الموسم القادم يا كابتن. تحب تقول الجمله ايه اللي في الاستوديو؟ والله الحمد لله. اولا محمود رؤوف وعبد اللطيف يعتبروا من اخلص اللعيبه اللي الواحد مر على الواحد، قلبهم دايما بيبقى على الفرقه ودايما بيبقوا في ظهر اي حد يخش جديد. انا متابع طبعا حلقه من اولها. الاثنين اللي قدامك دول اساطير من اساطير الكره الطايره وحققوا كتير جدا للنادي الاهلي. قدامك اثنين كوادر اداريه لازم النادي الاهلي يستغلها باي شكل من الاشكال. بيعرفوا يلموا اللعيبه كويس جدا، لو في اي مشكله حصلت بيلموا على طول ورا المشكله. ويمكن انا ما بحسش بالمشاكل دي، والناس الكبيره دي بتحل المشاكل على طول، انا ما بحسش بيها مع الجهاز الفني اللي معايا. ده سر من اسرار التفوق للفريق بتاعنا يعني. الحمد لله ربنا يوفقهم ان شاء الله في حياتهم. وانا عايز اقول لك ان انا حبيتهم جدا النهارده. ده انت كابتن، ده انت حتى يعني على صفحتك على الفيسبوك يعني وجهت رسالتين لنجومنا، وكانت رساله لرؤوف ورساله لتيفا. يمكن دي طبعا رساله تيفا اللي وجهتها له، وكانت كلها مشاعر يا كابتن وكان كلها احساس بصراحه، وده حاجه مش غريبه عليك يا كابتن. وبعض الغموض والله. والله هم يعني اشتغلوا اكتر من كده بكتير، هم اخواتي فعلا زي ما بقول لك. ويمكن احنا عبد اللطيف رفاهي شويه، بيجي قبل التمرين كده ونقعد نرفس حوالي نص ساعه ساعه الا ربع مع بعض قبل التمرين. زي ما بيقول لك كده محمود، اوضه اللبس دي مهمه جدا، انا ببقى متواجد في اوضه اللبس وعارف اللعيبه بتفكر ازاي وما الى ذلك. ومحمود برضه يعني بيلامط معايا كده كتير برضه. يعني هو كان دايما بيجي على التمرين بالذات اقول له يا ابني تعالى مثلا خمس دقائق بدري ربع ساعه بدري. بس الصراحه يعني كانوا عاملين حلقه جميله جدا الحقيقه يا كابتن. يعني كلام حضرتك ده شهاده اكيد، يعني لما تطلع بقيمه كبيره زي حضرتك يبقى اكيد اللعيبه دول فرقوا فعلا في تاريخ النادي الاهلي الحديث. واكيد هيبقى عندك مشكله يا كابتن، لان طبعا هم كانوا بيقوموا بدور كبير فنيا وكمان في اوضه اللبس، ف
فهيبقى عندك طبعا يعني مشكله عشان تعوضهم اكيد يا كابتن، بس اللي موجودين قادرين ان شاء الله باذن الله. يعني طبعا احمد صلاح وعبد الله قديم، لكن لا بس الاثنين دول بصراحه الواحد هيفتقدهم جدا. وانا هلوم محمود يا محمود يا رؤوف، فانت تقول الاسامي دي كلها وتنسى كابتن فرقتك في 2006. مين ايه؟ تسيب البطولات دي كلها وتمسك بطوله 2006؟ يقول لك سبت البطولات دي كلها عشان هي اخر واحده عشان اخر بطوله ليه هو عشان اخر بطوله كانت. طب يا كابتن يبقى انت كده بتتفرج يا كابتن. انا بقول انا قلت له يا كابتن والله انا جالي ضيوف كتير، اول مره ضيف يفكرني بطوله 2006. لا كانت طبعا مع كابتن نور عطيه ربنا يديله الصحه، يعني خدنا كل البطولات دوري وكاس وافريقيا وعرب، وبعديها على طول انا واخد بطوله الميدو يعني بعد لعيب. دي كانت اخر بطوله ليك يا كابتن وانت لعيب صح؟ تيفا بيقول لي وكانت مسك الختام يعني. كنت كابتن فريق وخدنا ساعتها الاربع بطولات في موسم برضه كان اسطوري يعني. طب وكابتن خليني يعني برضه اكيد يعني، طب انت بتتفرج على التلفزيون يا كابتن؟ شوف الصوره دي لو انت عندك. لو بس وطي الصوت وافتح التلفزيون شوف الصوره دي يا كابتن. 2010 دي سنه كام تفتكر؟ هي 2009 2008 2009 صح يا كابتن؟ الله ينور عليك. طب لا 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 دي 2010 بعد تونس. لا 2010 بعد تونس. 2009 2010 يا كابتن؟ ايوه. طيب يعني نقول 2009 ما نزعلش، انا قلت 8 9 وحضرتك قلت 9 10 ناخد 9. طب قول لي الكاسات دي يا كابتن اللهم صل على النبي. دوري وكاس وافريقيا وعرب. بسم الله ما شاء الله رباعيه. طب وفاكر الجيل ده يا كابتن؟ فاكره كويس ها؟ طبعا طبعا. انا ساعتها بقى كنت مدرب عام على الكابتن ابراهيم، والنجوم اللي قدامك دي كلها كانت طبعا موجوده بس بعديها بسنه بقى في كتير قوي مشوا. بطلوا يا كابتن ولا ايه؟ يعني لا مش بطلوا ولا حاجه، كل واحد راح طرفه وما الى ذلك يعني، شافوا حالهم يعني. بس الحمد لله برضه كنا كملنا، ان انت عارف النادي الاهلي ما بيقفش يعني على طبعا. وباذن الله يعني يمكن نقدر نكمل مسيره النادي الاهلي في الكره الطايره، ونحاول دايما نكسر الارقام القياسيه ان شاء الله. صحيح يا كابتن يعني. وبدات ان شاء يعني انت حضرتك بدات في المرحله اللي في حاليه طبعا في دعم الفريق بصفقات جديده، شفنا النهارده طبعا وغطينا مراسم توقيع محمد محسن، وطبعا سامعين ان في لعيبه هترجع من الاعاره، يعني واضح ان حضرتك شغال اليومين دول على شكل معين حضرتك يعني مخطط له. يعني الحمد لله دي كانت بدايه. محسن طبعا لعيب هايل ممتاز واضافه كبيره جدا للفرقه مع في مركزه مع الثلاثه اللي موجودين، هتبقى منافسه شريفه جدا وهتفيد الفرقه. وفي محمد عصران ان شاء الله دوت جاي من نادي الجيش، وان شاء الله في الناس اللي جايه من الاعاره اللي كان يوسف مرجان او يوسف الصافي ان شاء الله. يعني ان شاء الله في تجديد كده في فتره انتقاليه، بس ان شاء الله الجمهور ما يحسش بيها او الناس ما تحسش بيها، ونقدر ان احنا برضو نحقق البطولات واحده واحده كده، نقدر نجدد الفرقه وتقف على وفي نفس الوقت تبقى واقفه على رجليها ان شاء الله. ما هو ده الجميل والصعب في نفس الوقت، ان حضرتك تدعم الفريق بصفقات وفي نفس الوقت تفضل محافظ على البطولات. يعني انا واضح من حضرتك وكلامك وتفكيرك ان دي المعادله اللي حضرتك تبحث عنها. ان شاء الله باذن الله كده نبقى نيجي معاك كده حلاوه ونجيب الكشكول. او والنبي يا كابتن الاجنده اللي حضرتك بتيجي بيها دي بس هتخصني يا كابتن والنبي، بس فعايزها بعد اذن حضرتك ربنا كويس. وحضرتك جاي بس بهنا كده اسبوع بس نصورها وهنرجعها لحضرتك الاجنده الصغيره دي. ده كل سنه تلاقيها داخل بالنوت. كل سنه ليها اجنده ليها النوتة بتاعتها. لا ما انا عايز اللي فاتوا بقى يا كابتن عشان تخصنا. معلش الله يخليك. ان شاء الله يعني ربنا يكرمك. تنورنا وتشرفنا طبعا يا كابتن. كابتن محمد اتفضل يا كابتن. كابتن محمد مصالح ميدو طبعا مدير فني الفريق الاول لكره الطائره رجال، بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل لقائنا مع نجومنا نجوم الكره الطائره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنكمل مع ضيوفنا. يمكن كابتن تيفا جيلك، انا سالت كابتن رؤوف طبعا او محمود رؤوف سالته عن مستقبله. كل لاعب بيجي في الحته دي بيبقى باصص نفسه انا عايز اروح فين، انت عايز تروح فين؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، انا مثلا بحب التدريب جدا او بحب الفكر، بس مش يعني بس يعني بحاول ان انا ابعد بشكل كبير ان انا اروح للاداره اكتر من التدريب. لان انا دلوقتي بدات ان انا بسال على كورسات اداره في اكاديميه برشلونه وفي كذا مكان. لان انا مقتنع ان انا حتى لو قدام هشتغل في التدريب لازم ادرس، لازم اكون اداره كويس. يعني المدرب من غير ما يكون اداري كويس بيعرف يدير تيم مش هيقدر ينجح فنيا. فشايف ان ده جزء مهم جدا ان انا ادرسه
وبعد كده ممكن احدد ان انا اكمل في الكارير بتاع الاداره او ان انا اتجه للفني. يعني انت عايز، انت شايف المدير الفني عشان ينجح مش فني بس، لا زي طبعًا. مانويل جوزيه مثلا كان فني ولازم اداري. طبعا لازم اداريا تبقى ناجح جدا وشخص. وانا شايف ان الفرق الكبيره الاداره بتاعتها مش يعني النسبه الاكبر بره الملعب مش جوه الملعب. واكيد ده يعني برضو يعني فكر حلو، فكر يحترم. يعني الاول مره اقعد مع حد او لاعب كله عايز يخرج مثلا او عايز بتزاد التدريب، انا عايز ابقى مدرب على طول مستعجل. انت بتقول لا انا هاخد وقت شويه ادرس، بالذات تحجز اهو بره برشلونه وفي اماكن. على فكره انا سامع كمان ان في بروتوكولات النادي بيعملها مع اكاديميات في مصر وحاجات للموضوع الاداره، علم الاداره الرياضيه والحاجات دي بتهيألي كمان النادي ماشي فيها كويس. انا بدات ان انا اعمل ريسيرش عليها لان انا شايف الموضوع لازم يدرس ولازم يعني الموضوع فيه علاقات كتير وفي متشعب جدا. فانت لو ما قدرتش ان انت تدور بكل ده وتبقى على درايه بيه كويسه مش هتقدر تدير فنيا بعد كده. ايا كان احنا معاكم ولده لك التوفيق ان شاء الله. طب قول لي مين اقرب المقربين ليك في الفرقه كان بيقعد معاك في الاوضه باستمرار؟ اللي بص ايه هقول لك حاجه، في فتره طويله جدا كان رؤوف هو اللي قاعد معايا اصلا، كنا انا وهو على طول. ودلوقتي الفتره الاخيره احمد عبد العال. طيب وانت يا كابتن رؤوف؟ برضو الفتره اللي في الاول خالص كان كنت بقعد مع طيفة في الاول لما كان احمد صلاح بيقعد مع كابتن حمدي الصافي. من ساعه بقى ما كابتن حمدي بطل انا بقيت اقعد مع احمد صلاح، يعني انا واحمد صلاح على طول بنقعد مع بعض في المنتخب وفي النادي وفي كل. وطيفة برضو الفتره اللي في الاول كنت انا وطيفة على طول مع بعض، يعني جت بالصدفه. انا ما قعدتش في حياتي كلها الا مع طيفة وصلاح. لا وفي محمد السيد برضو سنتين في الاول فتره كده طب احنا عملنا تقرير كده عن رساله من مجموعه من اللاعبين، يعني رسائل مش تقرير، مش احنا اللي عاملين رسائل بعتوها اللعيبه ليكم تتزع على الهواء. خلينا نشوف الرسائل دي وارجع لحضراتكم تاني. كابتن لطيف ودكتور محمود، عاملين يا رجاله وحشني جدا، يا رب تكونوا بخير. بقالي 4 ايام ما شفتكوش طبعا، وحشتوني ومش متعودين على كده، متعودين يوم اجازه وتاني يوم بنشوف بعض. طبعا بعمل لكم الفيديو دوت يعني انتوا عارفين قد ايه انتوا عزاز على قلب الواحد، واحنا اخوات وحبايب بره الملعب وجوه الملعب وعشت عمر سنين طويله. ربنا يكرمكم، اتمنى لكم الخير، هتوحشوني جدا. رؤوف هتوحشني، انت عارف رؤوف خصم على طول. تيفا طبعا هتوحشني، تيفا الجدال معاك وحل المشاكل معاك في اي حاجه واخد الراي انت ورؤوف معاك في كل حاجه. ربنا يكرمكم، ربنا يوفقكم. يعني مش عارف والله الفيديو صعب عليا جدا، انت عارفين معزتكم عند الواحد قد ايه. اتمنى لكم الخير من كل قلبي، وان شاء الله الخطوه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمكم بيها ان شاء الله، ونشوفكم دايما على كل خير. هتوحشوني جدا يا رجاله. النهارده طالع اتكلم عن عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف. عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف يعني من الناس اللي افتقدها كتير جدا. الاثنين يعني من اطيب واجدع الشخصيات اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي وانضف الشخصيات، ده حقهم بصراحه. والواحد متضايق جدا اللي هم يعتزلوا كره الطائره، فكان نفسي يكملوا معانا حتى لو يكملوا في اي نادي تاني. حتى انا اتكلمت مع عبد اللطيف ومحمود رؤوف ان هم ما يعتزلوش حتى لو هيلعبوا بره الاهلي، يلعبوا في اي نادي تاني اللي هم لسه عندهم فولي، بس هم كان ده قرارهم ان هم يعتزلوا. بصراحه يعني كل لعيبه عن استفادهم كبير جدا، يعني سواء عبد اللطيف عثمان ولا محمود رؤوف. انا واحد من الناس كنت بروح اتكلم معاهم لما كنت في عندي مشكله، متضايق من حاجه عبد اللطيف كان يقعد يتكلم معايا بعيد عن البولي اي حاجه. نفس الكلام برضو محمود رؤوف، يعني دول من انضف واطيب الشخصيات واجدع الشخصيات اللي انا اتعاملت معاهم في حياتي، وربنا يكرمهم في حياتهم الجايه ان شاء الله، سواء في شغلهم ولا هيتجهوا للتدريب. ان شاء الله ربنا يكرمهم واولادهم يكملوا مسيرتهم ان شاء الله، وربنا يوفقهم في حياتهم الجديده وربنا معاهم. تيفا وأوفا طبعا من اهم 2 لعيبه جم في تاريخ النادي الاهلي ومنتخب مصر، من روح من الناحيه الفنيه والروح الرياضيه والاخلاقيه، وطبعا طبعا وقفوا جنبي كتير ونصحوني كتير. احب اقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله في اللي جاي، وهتوحشونا جدا. عبد اللطيف عثمان، محمود رؤوف، لعيبه كبيره يا مدوا للنادي الاهلي. انا شخصيا استمتعت باللعب معاهم وهنفتقدهم جدا في الملعب وبره الملعب، بتمنى لهم التوفيق في حياتهم اللي جايه. طبعا بحب اشكر كابتن عبد اللطيف عثمان وكابتن محمود رؤوف على كل الفترة اللي فاتت دي، وربنا طبعا يكرمهم في حياتهم اللي جاية
وهتوحشونا جدا طبعا، وانت يا حاج طبعا انت غالي عندي قوي، وطبعا كابتن محمود رؤوف ربنا يكرمكم ان شاء الله في حياتكم الجايه يا رب ان شاء الله. هتوحشونا انتوا الاثنين طبعا، من الاساطير في النادي الاهلي، واي مكان لعبتوا فيه اتشرف بيكم، من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي طول عمرهم، وفي منتخب مصر ادونا بطولات كبيره وكتير، وان شاء الله بالتوفيق في خطواتكم الجايه باذن الله في اي مكان تروحوه، اي مكان يتشرف ان انتم موجودين فيه، وتفضلوا دايما قدوه لينا ان شاء الله، نقدر ندي للنادي الاهلي والمنتخب نفس اللي انتوا عملتوه بالظبط باذن الله. طبعا كابتن عبد اللطيف وكابتن محمود رؤوف انا افتقدهم جدا، لان بعيدا عن الفولي انا مش هتكلم عليهم في الفولي، وبطولاتهم وتاريخهم بتتكلم عنهم، بس في اوضه اللبس بالذات هم اكتر اتنين بيتكلموا، من اكتر الناس اللي عندها رؤيه في الفرقه، والناس كلها بتحب تسمع لهم في المواقف الصعبه او لو داخلين على بطوله مهمه، وانا على طول بكلمهم لما بتحط في موقف صعب او عايز وجهه نظرهم في حاجه، بالذات عبد اللطيف يعني اللي انا اليومين دول كل يوم بكلمه واساله في حاجه بس، يعني هتوحشوني جدا، وان شاء الله يعني ما عنديش اي شك ان انتوا في المجال اللي انتوا هتختاروه بعد الفول ان شاء الله ربنا هيكرمكم وتحاول انجازات كتير، بس ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم. حلوه الروح دي يا تيفا، حلوه يا رؤوف الروح دي طبعا. يا مان يعني طبعا يمكن ده اللي هيصعب عليكم شويه ان انتوا هتبعدوا عنه، بس انتوا فين؟ انتوا موجودين في النادي وهتبقى على طول اكيد ماتشات وتليفونات معاهم، صح ولا غلطان؟ طبعا هي اصعب حاجه فعلا في الرياضه، يعني الناس ما بت صدقني احنا يعني بعد اللعب ده كله كده ما بيبقاش الموضوع خالص انت مثلا دخلك هيتاثر او عقدك، الموضوع مش كده خالص. اللي لعب فعلا رياضه جوه فرقه وجرب يعني روح الفرقه والتدريبات اليوميه دي، مواقف يا جماعه وذكريات، دي حياه حياتك. حياه احنا سافرنا مع بعض وكلنا مع بعض، خسرنا مع بعض، كسبنا مع بعض، انت فاهم ان عشنا مع بعض وقت اكتر في البيوت بالظبط. فطبعا انت هي دي الحاجه اللي تبقى صعبه جدا على الرياضي لما بيبطل، مش الفلوس ومش مش ده الكلام خالص. تتفق اتيفا مع رؤوف القصه؟ طبعا لسه بقول لرؤوف وانا جاي، طب احنا كل سنه بنقعد بعد الموسم كام يوم شهر عارفين الاجازه هتخلص امتى، هنرجع امتى، قلت له احساس وحش قوي. لا يا حبيبي لا ربنا احساس لا مش عشان حاجه عارف اللي هو انت بقالك انا بقالي 30 سنه في مجال الفولي، فانت مع الاحداث الكتير في رتم حياه ثابت بقالك 30 سنه فيه، فاهم ان انت تطلع منه انت مش عارف اللي هو انت فعلا مش عارف بتفكر ازاي دلوقتي، مش عارف انت هتعمل ايه. لا صعب بس هتعدوها ان شاء الله زي ما احنا عديناها باذن الله ان شاء الله. رؤوف عايز اجي لك في موضوع مهم جدا، موضوع شائك بس حابب افتحه. الوالد، انت طبعا ابن كابتن رؤوف عبد القادر طبعا، يعني راجل مدير فني كفاءه عاليه جدا، تاريخ كبير، مدير نشاط رياضي من اكفا من تولى هذا المنصب على مدار التاريخ يقول الحقيقه. الموضوع ده اكيد كان بيعمل لك ضغط، ما كلمني عن القصه دي. طبعا يعني موضوع الضغط ده يعني حاجه قليله، يعني كلمه ضغط دي حاجه قليله جدا، انت بحكم دايما والدك في المسؤوليه بيبقى عليك مسؤوليه مضاعفه غير اي لعيب، يعني في لعيب اللعيب دايما بيفكر انا عايز اكسب انا عايز اعمل، لا انت بتفكر بقى انا عايز اكسب زي اي لعيب والطبيعي، لا انا كمان يعني اصل في ناس ممكن تفكر بطريقه غلط، اصل في حد، فانت محتاج كمان بيبقى عليك ضغط ان انت عايز تثبت لا أنا الكلام ده المكان انا مش يا جماعة مش عشان والدي انا مثلا مش عشان القصه دي صح يا كابتن هيثم. انا طلعت الدرجه الاولى في الاهلي 2004 والدي ما كانش في المسؤوليه، انا خدت احسن ضارب في افريقيا 2009 والدي ما كانش في المسؤوليه، خدت احسن لاعب في افريقيا 2011 والدي كان في النشاط الرياضي بقاله سنه، هل في لعيبه حق يعني هيحقق القاب شخصيه هيلعب في النادي الاهلي وفي منتخب مصر مجهودك طبعا، فانت مش هتمشي ترد طبعا على كل واحد وتقول له انت والله ده الصح وده الغلط، لكن طبعا اكيد زي اي لعيب ممكن يجي لك في ماتش دروب، يجي لك في سيزون دروب، يجي لك حاجه هتلاقي كذا حد اصل ده متواجد عشان والده، فانت بتبقى كمان عليك ضغط بقى مضاعف جدا جدا. ده انا عايز اقول حاجه، انت كان فاضل لك سنه في عقدك صح؟ اعتزلت ليه؟ لان حسيت ان دوري ممكن يقل الفتره الجايه في الفرقه بسبب السن وكده، وما حبيتش ان ممكن في يوم من الايام يعني انا لغايه الحمد لله السنه دي ليا وجود جوه قائمه كل المباريات المهمه وكان ليك دور في الدوري، لكن فابتديت احس ان الدور ده ممكن ما يبقاش موجود السنه الجايه، فانا مش هتقبل ابدا ان ممكن الكلام ده يبقى يعني ان هو يتقال عليا. يعني لا انت عايز تنفيه؟ عايز لا عمره ما يتقال، بس يعني اللي بيفهم بس انت عايز تنفيه انه يا جماعه انا لسه لي سنه في عقدي ومع ذلك انا بقول كفايه. بالظبط، يعني هي في اوقات بيبقى الاختيار الصح في رايي، يعني انا دايما على مدار يعني
لما بتابع الرياضيين في العالم كله كده بحترم جدا جدا الرياضي اللي بيبطل وهو لسه عنده. وفي ناس بتقول له لا انت لسه عندك انت بتبطل ليه، لا غير الرياضي اللي بيبقى بيبتدي بسبب اسمه وسبب تاريخه بيبقى حمل على دي ان الناس ازاي هنبطله ازاي، او هنقول لا انا كنت احترم دايما اللعيب حتى لعيبه الكوره اللي بطلت في عزها او في يعني زيدان مثلا ده بالنسبه لي كان اسطوره في كره القدم، الراجل كان بطل في وقت غريب مخلص كاس عالم شايل فرقته وبيبطل، الراجل هو عايز ايمج معينه عايز الناس تفتكره بطريقه معينه صحيح. فانا ما حبيتش بقى ان مع قل من دوري مثلا هيقل في الفرقه، لا الناس تفتكرني بطريقه لا مش وده مش صحيح مش كويسه. كلام محترم يا كابتن انا بهنيك عليه، وكان لازم اسالك السؤال ده عشان التساؤلات اللي بتحصل والكلام ده كله، واشكرك على هذه الاجابه. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل عشان نرجع نكمل كلامنا، محتاج اعرف من نجومي في الاستوديو الارقام الشخصيه اللي حصلوا عليها تاريخهم في البطولات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، اجيله كتيفه احنا طبعا اسم الدلع خلينا اقول لك بقى زي ما اللعيبه انا لقيت اللعيبه كلها بتقول لك كتيفه ولا عمال اقول لك كابتن عبد اللطيف ما ينفعش. خلينا نتكلم عن الالقاب الشخصيه اللي حصلت عليها مدار تاريخك اللي بتعتز بيها، وكمان بطولاتك مع النادي ومع المنتخب. انا الالقاب الشخصيه اللي خدتها خدت احسن سنتر بلوك في افريقيا 3 مرات ما شاء الله. فاكر سنه كام؟ فاكر في 2009 كانت 2009 2010 اللي هي في النادي و2010 و2009 اللي في النادي برضه 2009 2010 وخدتها في 2013 مش فاكر كام بالظبط. ودي الصوره دي الصوره دي فاكرها يا كابتن؟ اه طبعا ذا جراند شامبيون في اليابان 2009 2009 من اليابان عبد الله في الصوره بس ما ظهرش. كنت طالع انت من احسن سنتر بلوك ثالث احسن لا وساعتها كنت في بطوله الجراند شامبيون دي كنت ثالث سنتر بلوك في البطوله العالم. هي بطوله مجمعه لا زي القارات في الكره القدم زي العظماء بالظبط برضه انجاز. طيب خلينا الارقام الشخصيه 3 مرات وفي امم افريقيا خدت احسن لاعب في افريقيا تمام كانت اول مره السنتر بلوك ياخدها في 2013 خدها من الاربعات لنهايه صناع الالعاب هي كانت مفاجاه لكل ساعتها والقاب 28 بطوله مع النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله ما بين افريقيه وعربيه ودوري. الصوره دي يا كابتن كمان دي في كينيا ده يعني في كازراني في مجمع كازراني ولا في 2014 كانت فيها بطوله عالم بسم الله ما شاء الله فاكرها يعني فاكر انت احداث لا في احداث كتيره ما كانت بطولات يعني بطولات الحلوه وكانت كانت دمها خفيف وكابتن نور كان معانا كمان كان كابتن عطيه ده ابو الجدعانه كلها كان مدينا روح كبيره جدا. طب يا كابتن 27 بطوله مع الاهلي صح؟ 28 بطوله طبعا المنتخب تفتكر كام؟ 3 امم افريقيا وبطوله العاب عربيه و مشاركه في كاس عالم مرتين دي صوره انت واحمد صلاح كمان جراند شامبيون في ماتش ما شاء الله ماتش بولندا دي لا دي في اليابان في اليابان بس السنه اللي ورا الخلفيه افتكرتها استاد القاهره لا في اليابان في اليابان. طيب بقول يا كابتن يعني 3 ألقاب مع المنتخب افريقيا وبطولة عربية العاب عربيه وافريقيه ما شاء الله والتصفيات بالاولمبيات والاولمبيات شاركه في الاولمبيات واثنين كاس عالم وبطوله عالم لعبت اولمبيات مع المنتخب في 2008 وكاس عالم وبطوله عالم وثالث بطوله عالم الجامعات برافو البحر المتوسط لعبت اشتركت بس ما كسبت يعني مش كنتش ما كسبتهاش لا كتير منتخب لعبت كبيره يا كابتن لازم ده يعني لازم يتم الاستفاده منك بشكل او باخر التاريخ ده كله لازم يتم الاستفاده منك ان شاء الله. كابتن رؤوف القاب الشخصيه طبعا نبتدي بيها وبطولاتك مع النادي الاهلي ومنتخب مصر الالقاب الشخصيه انا خدت احسن ضارب في بطوله افريقيا للشباب 2004 وخدت احسن ضارب في بطوله افريقيا للانديه في النادي الاهلي 2009 وخدت احسن لاعب في افريقيا 2011 مع النادي الاهلي هي بطوله افريقيا للانديه دي بالنسبه للالقاب الشخصيه. بالنسبه للبطولات بقى انا والصوره دي يا كابتن معلش هيبقى قطع بكين اولمبياد بكين دي بكين في الاولمبياد ها طب قول لي من اليمين للشمال كده صلاح فتحي نجم الزمالك طبعا وانا وتيفا ومحمد علي نادي الزمالك برضه ما شاء الله ذكريات حلوه جدا طبعا. طيب طالما انت جبت بقى سيره احمد صلاح معانا نجم نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد صلاح ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبي يا كابتن هيثم ازيك عامل ايه؟ منورنا والله ووحشني جدا والله وانت كمان ربنا يخليك اخبار حياتك ايه؟ والله كله تمام كابتن احمد يعني تحب تقول ايه لتيفا ورؤوف هم معانا في الاستوديو النهارده وطبعا هم اكتفوا بالفتره الاضواء في نادي الاهلي اكيد ليك كلام كتير محتاج تقوله لهم اتفضل يا كابتن احمد. طبعا بمس عليهم طبعا واكيد انا لحد دلوقتي والله مش مصدق ان هم خلاص مش هلعب معاهم تاني لكن طبعا وربنا يعينهم ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا عايز برضو اتكلم على حته برضو محمود رؤوف وعبد اللطيف طبعا ضمن اعز الناس بالنسبه لي
ومحمود رؤوف طبعا معايا من رحنا عمرنا 7 سنين. عبد اللطيف طبعا جاي من نادي الطيران 2006 2007. فطبعا الواحد لحد دلوقتي والله انا يعني حتى في المداخله انا مش عارف اقول ايه من كتر ما انا مش مصدق ان مثلا هاجي اول تمرينه مش هلاقيهم موجودين. لكن طبعا هي سنه الحياه واتمنى لهم يا رب كده ان شاء الله حياه سعيده مع اسرهم وحياتهم الجديده باذن الله. طب صلاح عايز اسالك طبعا على طول يعني. طب هسالك سؤال يا صلاح برضو يعني على الهوا كده برضو حاجه بيبقى فيها كده حاجه لطيفه. إيه كل لعيب بيبطل انت بتبقى يعني اللعيبه زمايله شايفينه في حاجه يعني بس لما جيت ابطل زمايلي قالوا لي والله انت تنفع في كذا. انت طب انت شايف رؤوف كمستقبل بقى لسه ان شاء الله العمر قدامه شايفه فين؟ شايفه يبقى مدرب ولا كادر اداري ولا عضو اتحاد؟ يعني رؤوف بيضحك خلي بالك مستني ردك. لا خالص والله محمود رؤوف طبعا انا يعني انا اتمنى ان هو يفكر جديا ان هو يخش مجلس الاداره وهو قادر على ده وهو دماغه نظيفه جدا جدا وهيفيد النادي الاهلي في حاجات كتير فانا اتمنى له طبعا ان هو يفكر في حاجه زي كده ان هو يخش مجلس الاداره النادي الاهلي يعني على فكره هو قال كده قبل انت ما تكون معانا دلوقتي طيب فيفا ما شفتش والله لا ولا عارف انا عارف ان عارف صحابي وعارف دماغهم كويس قوي يعني ما دي الحلاوه بقى ان انا بجيبك على الهوا انت مش شايفنا فبتقول فالكلام بيتطابق بيبقى الدنيا جميله طيب ده كان بالنسبه لرؤوف بالنسبه لتيفا برضو نفس الكلام انت شايفه فين؟ تيفا اداريا طبعا ان هو شاطر جدا طبعا اتمنى له ان هو برضو يفكر في الحته ديت يكون مدير اداري حاجه اداريه تخص الفرق المنتخبات او الاهلي هو برضه صادر جدا فيها وكمان مش هيبقى اداريا بس كمان ان هو هيفرق هيساعد جامد قوي مع المدير الفني ك هيلم اللعيبه هيدي برضه عنده خبره فهيساعد اللعيبه في التمرين فهو برضه انا شايف ان هو برضه الحته الاداريه دي هيكون صادر جدا 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 وهيفيد النادي برضه لو هو فكر بس في حاجه زي كده يعني. صلاح انت كنت شايفنا يا صلاح؟ ما هو مش والله ابدا ازاي ده نفس الكلام اللي قاله تيفا ونفس الكلام اللي قاله رؤوف اصلا في الشارع والله اصلا انا مصدقك بس سبحان الله انا عايز اقول لك انا عايزك تشوف الحلقه هتلاقيهم هم قالوا نفس الكلام يعني انت قلت هو يا كابتن اكيد ما احنا عيش بتعوم طبعا طبعا ده يعني لما كل واحد مميز في ايه وعنده عيوب في ايه صحيح عشان كده بقول الحمد لله احنا يعني قريبين من بعض جدا جوه الملعب وبره الملعب وحتى مؤتمرنا مع بعضينا بيبقى على طول مع بعض فالموضوع بالنسبه لنا يعني اتقابلنا 3 4 مرات والله صلاح انا يعني بشكرك على المداخله دي وكلامك جميل ودايما بتدينا طاقه ايجابيه اسطورتنا الكابتن احمد صلاح طبعا بحبك وبودي لك كل الاهتمام وكل يعني الدعاء لينا ان ربنا يدي لك الصحه وتفضل معانا في الملاعب كتير يا كابتن احمد ربنا يبارك فيك يا كابتن احمد ربنا يخليك كابتن احمد صلاح متشكر جدا على وجودك معانا كان سمعنا ولا ايه يا كابتن؟ لا احنا تنسى بقى اللي هو شكله لا لا هي فعلا هي فعلا بتبقى عشره وكل واحد عارف التاني انت عارف ده شبه مين شبه انت شايفه في حته ايه طبعا واحنا على طول مع يعني فعلا على طول مع بعض يعني الموضوع ملوش علاقه بقى خلاص باللعب لدرجه احنا عائلات مع بعض قال لك انت تمشي الاثنين يعني قال لك اداري وبتاع ويساعد فنان كمان يقدر ليه يعني 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 قال نفس الكلام بالظبط لان احنا بقول لك يعني احنا مع بعض طول الوقت يعني بكره ان شاء الله هو مسافر وانا هحصله بعد بكره فين يا كابتن الساحل؟ لا لا بره خلاص اسرار بس انا قلت الساحل ولا حاجه خدوني معاكم لا الساحل ده احنا قاعدين برضو في الساحل مع بعض يعني احنا في قريه واحده في مكان واحد قاعدين مع بعض على طول ما شاء الله فلا الحمد لله يا عشره كويسه وعشره طيبه واحنا بجد يعني على طول طول الوقت مع بعض يعني انا اقول نفس الكلام يعني انا في كلمه كمان عايز اقولها لعبد الله مهمه جدا اتفضل يعني عبد الله كلمني بعد ماتش الكاس بيعتذر لي ان احنا اسفين على اللي حصل في الماتش عشان انت ورؤوف ما شلتوش الكاس الله يعني انا الكلمه دي بصراحه يعني انا احترمتها جدا 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 وكانت عندي اهم من ان احنا نشيل الكاس او اي حاجه بس انت شفت الدوري يعني المشكله مش في كده المشكله ان هي اخر لقطه الفكرك بايه او افتكر لك ايه او ان شاء الله تشيلوه معانا السنه الجايه ان شاء الله ناخدوا السنه الجايه دوري وكاس وهتيجوا الملعب وهتشيلوه وافكركم باذن الله ان شاء الله لان هو ده اللي يعني خدناه عليكم واللي خدناه لا احنا مع بعض ان شاء الله هو عبد الله صراحه يعني شخصيه قياديه جدا ودي بصراحه من مزايا عبد الله القويه ان هو الحاجات الصغيره دي بيفكر فيها تفاصيل من جوه تفاصيل حتى الفرقه وبيهتم بحاجات كتيره جدا التنظيميه للفرقه وحاجات هو فعلا الحته دي عنده ميزه يعني عايز اقول المجهود اللي عبد الله بيعمله جوه الملعب احنا مثلا انا وعبد الله تقريبا طول المواسم اللي فاتت بنتكلم كل يوم بالليل نعمل ايه
علشان في حاجات طبعا بره الحاجات الفنيه مش بتاعتنا خالص، في حاجه لازم تترتب، سواء بنرتب حاجه في اللبس، بنرتب حاجه في كذا. انا عرفت ليه فرقه الطايره بتكسب، والله انا نفسي الحلقه دي ما تخلص والله بجد. والله يعني انتوا منوريني، وانا ما بشبعش كلام على كره الطايره. محمود رؤوف نجم النادي الاهلي، بنتمنى لك من برنامج الابطال كل التوفيق في حياتك القادمه يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن عيسى، انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك، وفعلا انا بحترمك جدا على المستوى الشخصي وبحب برنامجك جدا، واتمنى لك كل التوفيق، والجمهور الاهلي يا رب دايما كل الخير والسعاده، وان شاء الله نادينا دايما في اعظم مكان ان شاء الله. تيفا بشكرك، نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك من قلبي فعلا كل التوفيق في الفتره. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، انا عايز استغل الموضوع ده في يوم زي ده اللي انا يعني نهايه الكارير، او ان انا عايز اشكر عيلتي، زوجتي واولادي، زوجتي بالذات ان هي استحملت السنين اللي فاتت دي كتير جدا 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 معايا، حابب ان انا اشكرها، وان شاء الله اقدر اعوضها الفتره اللي جايه عن اللي هي شافته والتعب اللي هي حسيته في فتره اللعب ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقه الابطال، حلقه يعني جميله جدا، يعني دائما ابدا بيكون في اساطير ونجوم ليهم دور كبير مع النادي الاهلي، بنبقى فرحانين ونفتكر التاريخ ده كله، حتى اللي بيتفرج علينا بيشوف قد ايه الناس دي تعبت. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.